الأمير تدرس الشطب بالنزلة. حضرتك هنا كان في مقصورة فيها أكساد. دي اتدمرت خالص. كانوا بيجيبوا شكاير عبوات ويفجروها هنا. أنابيب غاز تتفجر. هنا اللصقف هنا كلها عندنا عاملينها بغدادلي من سنين. كلها ولعوا فيها الدير الطربق كله. هنا عندنا كنيسة الأنبا صمويل هنا فجروها خالص. احنا على مهم الزعلانين، خلي بالك من الزعلانين وما بنزعلش عشان ده كله في ده مصر. اعمل حسابك يا استاذ نادر، هنا ده كل الاربع كنايس بتاع قرية النزلة احنا مقدمينها ذبيحة لربنا في ده مصر، مش همامنا الدير. احنا شوف بنصلي في مدخل البرنده، مش لاقيين علبة بخور نصلي بيها. شوف المذابح، شوف حضرتك، مفيش. الجناين عندنا حرقين الاخضر واليابس زي ما بيقولوا، زي ما الانجيل بيقول الاخضر واليابس ناهين عليه. دي حاجات اوالي المذبح، حاجات جايبين الات يكسروا بيها، يعني الات يكسروا بيها. شوف يعني اواني المذبح، شوف ده حرام. الازاز بتاع النجف بقت يسيح، إزاز النجف بقت يسيح.